رقمنة ملف الإجراءات إن استعمال التقنيات الجديدة له الأثر الإيجابي في تسهيل وتسريع الإجراءات، لذا نقترح أن يتم تبادل ملف الإجراءات والإنابات القضائية والإذن بالتفتيش وتبديد التوقيف للنظر وغيرها بين النيابات والنيابات والضبطية القضائية عن طريق البريد الإلكتروني إلى غاية نهاية استكمال الإجراءات، أن الأمر الذي يسهل بالضرورة العمل ويمنع ضياع الملفات وتعطيل الإجراءات. إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأحكام والقرارات الجزائية، وتطرق لها زميلي بمش قضاء ورقلة، هو قياسا على تطبيقة أو قاعدة معطيات الأوامر بالقبض. عاشرا، تنفيذ أو اعتماد تنفيذ الغرامات المالية، عفوا، تحيين التطبيق القضائي بما يسمح من تنفيذ الغرامة المالية المحكوم بها في المواد المدنية، المواد المدنية غير مدرجة في تطبيقها. مع الأسف لوحظ وخاصة في السنوات الأخيرة لجوء القضاة إلى إصدار أحكام قلما تكون فاصلة في الموضوع، أحكام تشملها الكثير من الأخطاء المادية. ثانيا، تأجيل غير مبرر للقضايا، إذ يفترض أنه عندما يتم توجيه استدعاء لمواطن أو لمتقاضي لحضور الجلسة أن تتم محاكمته في تلك الجلسة لمجرد في بعض الأحيان أسباب هامشية وغير جدية تماما، إلى إيداع عطل مرضية مما يؤدي ساعات إلى تأجيل جلسات وكذلك إلى تأجيل تسليم القرارات والأحكام إلى آخره. سوداء، وذلك بسبب قلتها واللجوء المفرط إلى الوضع في الحبس من طرف بعض القضاة لاستفادة هؤلاء المساجين من الإفراج في لظروف إنسانية. هذه فئة من المساجين اللي أصبح ميؤوس منها، يعني في دول عديدة لأسباب إنسانية تفرج على المسجون هذا. وما يخفاكش حتى في قضية لوكيربي اللي المحكوم عليها ذاك تسبب ربما في وفاة 300 وأكثر من 300 بشر، ولكن عندما وصل أنهم وصلوا للقناعة باللي ما بقالوش ومصاب بمرض معضل فتم الإفراج عليه وراح لبلاده. إذن احنا أولا باش نطبقوا إجراءات كما هذه.